الرئيس الأسد يصدر مرسوما يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات إنتاج الصناعات المحلية. تواصل العمليات القتالية في بادية تدمر، والجيش يحكم السيطرة على 100 كيلومتر مربع ويطارد فلول إرهابي داعش. الرئيس بوتين يؤكد أن للولايات المتحدة دورا أساسيا في نشوء تنظيم القاعدة، وبوغدانوف يرجح بداية تموز لجولة أستانا الخامسة. القوات العراقية تحرر الجزء الشمالي للزنجيل بعد اقتحام حي الشفاء في الجانب الأيمن من الموصل. نشرة الظهيرة، أهلا بكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها الأعزاء المشاهدون، وإلى تفاصيل الظهيرة. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 172 للعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية، وذلك لمدة عام واحد بدءا من تاريخ نفاذه. نبدأ من أرض الميدان، حيث تواصل وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة عملياتها القتالية الناجحة في بادية تدمر، وأحكمت سيطرتها على مساحة 100 كيلومتر مربع جنوب وشمال شرق المدينة، وتطارد فلول إرهابي داعش وتكبدهم خسائر كبيرة بالأفراد والآليات. هذه لقطات حصرية من مجريات العمليات القتالية الجارية في بادية تدمر. في دير الزور خاضت وحدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية شنت هجوما على اتجاه لواء التأمين ومحيط المطار، انتهت بإفشال الهجوم والقضاء على أكثر من 60 إرهابيا، إضافة إلى إصابة العشرات وتدمير آلية مزودة برشاش ثقيل ومصادرة عربة BMP لإرهابي التنظيم. وتتابعون أيها الأعزاء المشاهدون لقطات ومشاهد من تصدي وحدات من الجيش العربي السوري وحلفائه لهجوم إرهابي داعش باتجاه لواء التأمين على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور من محاور عدة. أبطال في المعارك ضد الإرهاب، جرحى جنود الجيش العربي السوري. ضحى بقطع من جسمه من خوف علي وعلي، من خوف علي وعلي، عروقه بتنزف أحلى. في حوار اليوم يأتيكم الأربعاء بعد مسائية المركز عبر الفضائية السورية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن واشنطن أسهمت بدور أساسي في نشوء واحتضان تنظيم القاعدة الإرهابي ومتزعمه حينها أسامة بن لادن، وعليها أن تدرك مسؤوليتها عن الوضع الخطير الذي وصلنا إليه الآن. وفي مقابلة متلفزة له مع المخرج الأمريكي أوليفر ستون، قال الرئيس بوتين:
إن الأمريكيين استخدموا الإرهابيين لزعزعة الوضع السياسي الداخلي في روسيا منذ بدء المشاكل شمالية القوقاز وجمهورية الشيشان، لافتا إلى أنه أثار هذه المسألة مع نظيره الأمريكي آنذاك جورج بوش وأطلعه على أسماء العناصر من أجهزة الأمن الخاصة الأمريكية المتورطين في هذه العمليات، إلا أن رد الفعل الأمريكي كان سلبيا. وأوضح الرئيس الروسي أنه بعد انتهاء الحرب الباردة كانت لدينا علاقات واضحة مع العالم كله وحتى مع أوروبا والولايات المتحدة التي كانت تعرب عن دعمها لروسيا وعن استعدادها للتعاون معها في مكافحة الإرهاب، إلا أنه وبدلا من ذلك رأينا الأجهزة الخاصة الأمريكية وهي تدعم الإرهابيين. رجح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن تنطلق جولة جديدة من اجتماعات أستانا حول سوريا في بداية شهر تموز القادم، وأن تعقد الجولة المقبلة من المحادثات السورية في جنيف بعدها مباشرة. وقال بوغدانوف إنه يجري الآن بحث هذه المسألة، لكن رغبة الضامنين الأتراك والإيرانيين أن يكون اجتماع أستانا في جولته الخامسة بعد شهر رمضان مباشرة وفي بداية شهر تموز، فيما تعقد محادثات جنيف في جولتها السابعة بعدها مباشرة. حررت القوات المشتركة العراقية الجزء الشمالي لحي زنجيلي في الجانب الأيمن من الموصل، وقال قائد العمليات إن القوات العراقية اقتحمت حي الشفاء في الساحل الأيمن وسط اشتباكات عنيفة مع إرهابي داعش، وبذلك تم تحرير حي الزنجيلي بالكامل. كما قضت القوات المشتركة على 20 إرهابيا من داعش في المطيبجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين. في اليمن أصيب 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال في غارة شنها طيران عدوان نظام بني سعود بمحافظة الحديدة، وقال مصدر عسكري إن طيران العدوان السعودي استهدف منزلا في منطقة موشج في الحديدة ما أدى إلى إصابة 8 نساء وأطفال. وأشار المصدر إلى أن طيران بني سعود شن 6 غارات على مأرب ما أدى إلى إصابة امرأة بمنطقة حجلان. وردا على العدوان، استهدفت مدفعية الجيش مواقع لمرتزقة العدوان في محافظة الضالع ولحج محققا إصابات مباشرة في صفوفهم بحسب مصدر عسكري يمني، إضافة إلى مقتل قائد كتيبة مدفعية بالدفاع الجوي لمرتزقة العدوان في تعز. تبنى مجلس الأمن بالإجماع قرارا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل لينتهي في 12 من حزيران العام 2018. وذكرت مصادر إعلامية أن القرار الذي صاغته بريطانيا يدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في عرض البحار قبالة سواحل ليبيا. ويتضمن القرار السماح بتفتيش السفن المتجهة أو القادمة من وإلى ليبيا أو في المياه الدولية التي يشتبه في نقلها للأسلحة بطريقة غير مشروعة. وشدد القرار الذي يحمل الرقم 2357 والصادر بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن. النظام السعودي يدعم الإرهاب وسط صمت وتواطؤ أمريكي وغربي. نعم، وإرسال النظام التركي لقواته إلى مشيخة قطر مغامرة خطيرة قد تكلف تركيا الكثير. المزيد من التفاصيل في فقرة صدى الحدث بعد الفاصل. أهلا بكم. نبدأ صدى الحدث من صحيفة الوطن التي نشرت مقالا للكاتبة ميسون يوسف أكدت فيه أن أمريكا اعتقدت أن بإمكانها احتلال أرض سورية وتحويلها إلى منطقة عزل وفصل بين أطراف محور المقاومة، لكن سوريا وحلفائها أجهضوا الخطة وسفهوا الظنون الأمريكية بمناورة عسكرية صدمت العدوان. وأضافت الكاتبة أن أمريكا حاولت منع الجيش العربي السوري من الوصول إلى الحدود بقصد فصل
سوريا عن العراق، وشددت الكاتبة على أن سوريا وحلفائها وجهوا بعمليات البادية رسائل قوية لقوى العدوان بأن لا خطوط حمر تمنع أصحاب الأرض من تحريرها، وأن لا شرعية للوجود الأمريكي على الأرض السورية. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن السلطات الألمانية اعتقلت 4 سوريين بتهم تتعلق بالإرهاب والانتماء لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سوريا، 3 منهم إخوة. ونقلت الوكالة عن الادعاء الفيدرالي الألماني قوله إن مصطفى وعبد الله وسلطان وأحمد متهمون بالانتماء إلى منظمة إرهابية هي جبهة النصرة، والقتال في صفوفها في مدينة رأس العين شمال سوريا منذ أواخر عام 2012. ولفت الادعاء إلى أن مصطفى وسلطان متهمان أيضا بارتكاب جرائم حرب لإرغامهما المدنيين على مغادرة مدينة رأس العين والسطو على ممتلكاتهم. وفي تصريح لموقع قناة خبر تركي التركي، أكد الجنرال المتقاعد نعيم بابوروغلو أن الولايات المتحدة والنظام التركي وبعض مشيخات وممالك الخليج سبب الأزمة في سوريا والعراق وليبيا واليمن. وقال بابوروغلو إن عدة دول خليجية وتركيا كانت وما زالت تتحالف فيما بينها لدعم كل التنظيمات الإرهابية في سوريا منذ بداية الأزمة فيها. وأوضح بابوروغلو أن إرسال النظام التركي قواته إلى مشيخة قطر مغامرة خطيرة قد تكلف تركيا الكثير. صحيفة برافادا السلوفاكية نشرت مقالة للمحلل السياسي بيتر تاكاتش أكد فيه أن النظام السعودي الذي ينفق المليارات لنشر الفكر الوهابي المتطرف مستمر في الترويج لأيديولوجية العنف والكراهية وسط صمت وتواطؤ أمريكي وغربي. وأضاف الكاتب أن ترامب تعهد في خطاب القسم بمحاربة الإرهاب، ولكن ما جرى أن أول زياراته الخارجية كانت إلى السعودية التي يرتبط اسمها بالإرهاب. وأشار الكاتب إلى أن ترامب لا يبدو أن لديه أي مشكلة في العلاقة مع النظام السعودي الذي يواصل دعم الإرهاب والعدوان على اليمن طالما أن ذلك يدر ربحا للولايات المتحدة. صحيفة ديفنس نيوز الأمريكية قالت أن زعيم الأقليات في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إضافة إلى عدد من الأعضاء أعلنوا أنهم سيصوتون ضد اتفاقية بيع ذخائر وأسلحة للسعودية. ونقلت الصحيفة عن شومر قوله إن رفض الاتفاقية سبب أن السعودية مستمرة في تمويل الإرهابيين ونشر الفكر الوهابي. ختام صدى الحدث، شكرا للمتابعة، عودة إلى ناهد وأحمد. في فلسطين المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين أثناء اقتحامها طول كرم والخليل بالضفة الغربية، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين في المدينتين، ونصبت الحواجز العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول وعلى مدخل الخليل الشمالي، وذلك بهدف التضييق على الفلسطينيين. نتوقف الآن مع باقة من الأخبار الدولية والمنوعة. إطلاق نار في محطة قطار بميونيخ ومصرع 25 شخصا وإصابة العشرات في انهيارات أرضية في بنغلاديش، ومجسمات لأسماك غريبة تم اكتشافها في قاع المحيطات. البداية من ألمانيا، حيث أصيب أشخاص بينهم ضابط شرطة بعد إطلاق نار وقع في محطة قطارات ميونيخ، تم اعتقال المشتبه به فيما طوقت الشرطة المنطقة بالكامل. في بنغلاديش لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات خلال انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة ضربت مناطق جبلية جنوب شرق البلاد. مصادر أكدت أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع مع استمرار انتشال فرق الإنقاذ مزيدا من الجثث. في الصين اتجه إعصار ميربوك نحو هونغ كونغ والساحل الجنوبي للبلاد، رافقته رياح قوية وارتفاع غير مسبوق للأمواج، ما دفع مرصد هونغ كونغ لرفع درجة التحذير إلى أعلى درجة.
في عالم الغرائب وجدت مخلوقات غريبة من الأسماك وفرس البحر في قاع المحيطات، شكل بعض منها مخيف وغريب. تم تصميم مجسمات لهذه الأسماك بواسطة مادة السيليكون بعد أن رسمت باليد لتأخذ طابعا واقعيا. في جديد الدراسات العلمية، أظهرت نتائج الأبحاث أن إنجاب الإناث يزيد من متوسط عمر الآباء بنحو 6 أشهر مقابل كل أنثى، بينما لا يؤثر إنجاب الذكور في الأعمار. أشارت الدراسة البريطانية أن إنجاب الإناث يضيف جمالا إلى حياة الأب ويمثل دفعا لمسيرته المهنية. الحقيبة الاقتصادية وأخبار المال والأعمال مع بشار عقب الفاصل. النشرة الاقتصادية، أهلا بكم. أكد معاون مدير المؤسسة العامة للحبوب المهندس يوسف قاسم أن عمليات استلام القمح بدأت في المراكز المحددة لاستلام المحصول 24 مركزا من الفلاحين في جميع المحافظات، حيث تم لتاريخه استلام كمية 25 ألف طن. وقال قاسم سيتم العمل على صرف قيم الأقماح بشكل مباشر اليوم بموجب قوائم الشراء لكل ما يتم توريده، مبينا أن عملية التسليم ستتم خلال 48 ساعة من تاريخ تسليم المحصول، لافتا إلى أن وتيرة العمل تسير بالشكل المطلوب وأن مراكز الاستلام تفتح أبوابها من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساء، والعمل مستمر حتى في أيام العطل، مشيرا إلى أن عملية صرف قيمة الأقماح المستلمة ستلعب دورا إيجابيا في إقبال الفلاحين على توريد محاصيلهم، مبينا أن الإقبال جيد جدا من قبل الفلاحين، حيث تم رصد مبلغ 70 مليار ليرة لعمليات الاستلام قابلة للزيادة حسب الكميات الموردة إلى مراكز المؤسسة. ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية نصف نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 2937 نقطة وبنسبة تغيير موجبة. وأغلقت جلسة التداولات اليوم بحجم قدره 61 ألف سهم موزعة على 43 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت أكثر من 21 مليون ليرة سورية. وجاء قطاع المصارف أولا من حيث قيمة التداولات، تلاه قطاع التأمين. لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار الذهب قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم. ويقول محللون إن البنك المركزي الأمريكي قد يشير إلى وتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة هذا العام، وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.02% إلى 1265.70 دولارا للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن هبط 1% يوم الجمعة في أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية ليوم واحد منذ 18 من أيار. كما هبطت الفضة بنسبة 1.28% إلى 16.94 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع. ارتفعت أسعار النفط بفعل علامات على انخفاضات في المخزونات الأمريكية. وقال متعاملون إن بيانات من شركة جينسكيب لمعلومات السوق تشير إلى هبوط يزيد عن 1.8 مليون برميل في مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الأجل الأمريكية. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 14 سنتا لتبلغ عند التسوية 48.29 دولارا للبرميل، بعد أن قفزت أثناء الجلسة بما يصل إلى 2%. الآن نصل مشاهدينا إلى نهاية أخبار الاقتصاد، والآن عودة إلى ناهد وأحمد. شكرا جزيلا لك بشار. شكرا بشار. وقبل الختام تذكير بالعناوين. الرئيس الأسد يصدر مرسوما يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات إنتاج الصناعات المحلية.
تواصل العمليات القتالية في بادية تدمر، والجيش يحكم السيطرة على 100 كيلومتر مربع ويطارد فلول إرهابي داعش. الرئيس بوتين يؤكد أن للولايات المتحدة الأمريكية دورا أساسيا في نشوء تنظيم القاعدة، وبوغدانوف يرجح بداية تموز القادم لجولة السنة الخامسة. القوات العراقية تحرر الجزء الشمالي للزنجيلي بعد اقتحام حي الشفاء في الجانب الأيمن من الموصل. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة. دمتم برعاية الله وحفظه.